صباح نور مشاهدينا. بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا انقطع ملايين الطلبة في العالم عن تلقي دروسهم وانتقلت الدراسة إلى العالم الافتراضي. ضيفنا اليوم يعرض لنا نصائح للأهل لإبقاء الأولاد متفاعلين مع الدروس وجعل الأمر ممتعا بالنسبة لهم. نستقبل معنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور صلاح داوود اختصاصي في الإدارة التربوية. صباح نور دكتور. صباح النور دكتور، سمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. دكتور هل تسمعني؟ نعم، سنعود الاتصال بالدكتور. يبدو أن هناك مشكلة في سمعنا. يعني مشاهدينا، كان الحديث سنبدأ به عن نصائح التي يمكن للأهل اتباعها لحث الأولاد على الدراسة في المنزل، خاصة بالنظر إلى أن ماكينات الإلهاء كثيرة في منازلنا من ألعاب الفيديو التي كنا قد تحدثنا عنها في وقت سابق في الحلقة، من الأفلام إلى ما هنالك. يبدو أن الصوت عاد إلينا. دكتور هل تسمعني؟ نعم حياكم الله، أنا أسمعك من السكايب. نعم دكتور، دعني بداية أبدأ من النصيحة التي تقدمها للأهل من أجل دعم الأولاد في هذه الفترة الدراسية الصعبة في المنزل. نعم حياكم الله. في الحقيقة بداية خلينا نتحدث أنه موضوع التعليم عن بعد عبارة عن كان طوق نجاة للبعض وليس سفينة نجاة للكل، والكل يعلم ما الفرق بين طوق النجاة وسفينة النجاة. والحقيقة أن نصيحة للأهالي لتحفيز الأبناء، نضع نقطة مهمة في البداية، أن جميع العائلات والأباء والأمهات الذين كانوا مهتمين في العناية في أبنائهم ما قبل التعلم عن بعد لن يعانوا في التعليم ومساعدة ومساندة أبنائهم الآن في هذه المرحلة، مع أننا الآن يعني على اعتبار أننا في الوقت بدل الضائع في التعليم، وذلك لأن معظم المدارس، وأنا أتكلم عن الأردن الآن، معظم المدارس الخاصة قد أنهت التعليم عن بعد، والمدارس الحكومية في المراحل النهائية الآن في هذا التعليم. دائما احنا عندما نتحدث عن التحفيز، سواء كان التحفيز الذاتي او تحفيز الاخرين، نبحث عن نقطتين مهمات جدا. اول نقطه هي قانون الربح، ماذا سوف يكسب او ماذا سوف يربح المعني من العمل والاجتهاد في الدراسه، والقانون الثاني هو قانون الالم، ما الذي سيخسره. فيجب ان نبين لابنائنا ما هي الفائده المرجوه والتي سوف يحصل عليها لاحقا، سواء يعني عاجلا ام اجلا بسبب هذه الدراسه. طبعا يجب أن يعرف الطالب أن وظيفته الآن هي وظيفة التعلم، وهو طالب في الدراسة، وأن المطلوب منه هو تحصيل المعلومة ثم العلامة. ومن خلال هذه المعرفة يعني لدى الطالب أن وظيفته الأساسية هو التعلم، سوف يكون لديه الدافع الداخلي لكي يبدأ بممارسة هذه العملية التعلمية في منزله أو في المدرسة، سواء في التعليم يعني الالتحاق بالمدارس، التعليم التقليدي الموجود كان لدينا والالتحاق فيها، أو من خلال التعلم عن بعد. نعم دكتور، يعني هذا يقودنا إلى النقطة التالية. الحفاظ على نسق الأكاديمي لدى الأطفال مهم جدا، يعني ما هي أهمية الحفاظ على هذا النسق التعليمي؟ وإذا ما انقطعت الدروس عن الأولاد لمدة طويلة، نتحدث عن أسابيع عن شهور، كيف كانت لتؤثر على الطلبة؟ نعم، في الحقيقة أن التعامل مع الدماغ والعقل الإنساني وعقل الطالب، احنا بنعتبر الدماغ عبارة عن عضلة، وهذه العضلة تحتاج إلى إحماء وتحتاج إلى استمرارية في التمرين، والعضلة كما تعلم إذا انقطع العمل عنها سوف تضمر وتموت في النهاية. فلذلك إن عدم وجود مدخلات تعليمية، مدخلات تربوية لدى الأطفال وانقطاعهم عن التعلم سوف يؤدي في النهاية إلى ضمور هذه العضلة. وحقيقة إن عدم وجود أيضا مدخلات تعليمية ومدخلات تربوية سوف يؤدي إلى وجود مدخلات أخرى لا ندري ما هذه المدخلات وما هو مصدرها. قد يلجأ هذا الطفل الطالب إلى التعلم من خلال مواقع مشبوهة، أو من تعلم من خلال الأقران في الشارع، أو تعلم من خلال أي مصدر آخر غير المصدر التربوي مثل المصدر المدرسي أو مصدر الأب والأم. فبالتالي الانقطاع هذا سوف يؤدي الى ضمور هذه العضله، عضله الدماغ، وبالتالي سوف تقل قدراته من قدرات الحفظ والفهم والتركيب والتقييم والتطبيق،
ويؤدي إلى عدم وجود إبداع عند هذا الطفل. نعم دكتور، يعني مبدأ التعليم المنزلي كان أصلا موجود قبل جائحة كورونا وانتشار الفيروس. إذا ما تحدثنا اليوم عن التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الآليات الإلكترونية التي تعتمدها مدارس عدة حول العالم، هل هذا التعليم هو التعليم المنزلي الذي كان طرحت تجربته ما قبل كورونا، أم أنه مختلف نوعا ما، هو تعليم مدرسي لكنه يكون في المنزل؟ حقيقة التعليم اللي تفضلت فيه حضرتك، التعليم الإلكتروني سابقا كان هو رديف للتعليم المنزلي، كان مساعد ليس أكثر، لم يكن حقيقة هو تعليم أساسي إلا إذا في بعض الحالات الشاذة الهوم سكولينج، يعني كان يدرس الطلبة في منازلهم ولا يلتحقوا أصلا بالمدرسة لظروف معينة، وهذه الشواذ لا يقاس عليها، دائما الشواذ لا يقاس عليها أبدا. التعليم المعتمد عالميا هو تعليم التحاق في المدارس، وليس فقط الهدف منه اكتساب معلومة ومعرفة بقدر ما أيضا ما هو يجب يعني أن يكسب الطالب مهارات وعلاقات اجتماعية ويكون له تأثير نفسي على الطفل ويكون له تأثير تربوي على السلوكات، سواء كانت السلوكات الإيجابية تعزيزها أو السلوكات السلبية لطمس هذه السلوكيات. فبالتالي احنا عندما نتحدث عن تعليم إلكتروني نتحدث فقط عن جانب معرفي ولا نتحدث عن جانب تفاعلي نفسي اجتماعي ينمي قدرات الطالب. فاحنا يعني التعليم يجب ان يربط الطفل بثلاث امور مهمه في حياته، يجب ان يربطه بالنوليدج بالمعرفه والسكيلز والمهارات والاتيتيودز. عندما ارتبطنا الان بالتعلم الالكتروني انقطعت السكيلز والاتيتيودز يعني المهارات والردود الافعال او الاخلاقيات خلينا نحكي، واقتصرنا على ايصال المعرفه فقط عند الطلاب. وباكد مره ثانيه، التعليم سابقا الالكتروني كان هو تعليم رديف للتعليم التقليدي أو تعليم الالتحاق في المدارس. طب دكتور، إذا ما كان بيت القصيد هو إيصال الفكرة والمعلومة للطالب داخل المنزل، كيف للأهل التعامل مع الطلبة في المنزل، خاصة بأن التعليم المدرسي كان يفرض ضوابط أخلاقية، ضوابط للطلاب داخل صفوفهم، كيف على الأهل التعامل مع الطفل من أجل تجنب القسوة الشديدة وفي نفس الوقت عدم التراخي مع الطلاب؟ نعم، هو في الحقيقة يعني ذكرتك في البداية أن الطفل الذي كان معتاد على الدراسة سابقا والأسرة التي كانت متابعة لأبنائها في الدراسة أثناء التعلم في المدارس لن تعاني الآن وفي هذه المرحلة، بل سيكون هذا حافز للطالب وللطفل في التعلم، أن أنت موجود في منزلك الآن مرتاح في غرفتك، ربما تمارس هذا التعلم وأنت جالس على أريكتك، يصلك طعامك ويصلك شرابك وأنت مرتاح، بينما الطفل الذي لم يتابع سابقا سوف يعاني الآن. نحن دائما نسعى كتربويين إلى إيجاد عقود، نوقع عقد مع أبنائنا، نجلس مع أبنائنا ونضعه في الصورة الحقيقية بجميع جوانبها، نطلعه على الأحداث التي تحيط بنا الآن ولماذا انقطعنا عن المدرسة وماذا واجبه الآن. هذه أول فكرة، نضعه في الوضع الصحيح والصورة الصحيحة لما يجري، ونضع له الآن واجباته ونضع له حقوقه التي يجب أن يقوم بها. الآن مجرد معرفة الطفل بهذه القوانين وأن عليه الدراسة وإيجاد وقت محدد للدراسة وإيجاد مكان مناسب لهذه الدراسة سوف تسهل علينا المهمة بشكل كبير لإعادة تعويد أبنائنا على الدراسة مرة أخرى، طبعا مع إيجاد بعض الحوافز المعنوية والمادية للأطفال. يعني هذا يقودنا إلى النقطة التالية، هذه الحوافز نحن نتحدث عن لربما تحفيز الطفل من خلال عرض عليه جائزة في حال قدم سلوكا جيدا على المستوى الأكاديمي، كيف يمكن أن نحفزه من خلال أن تكون الدروس ممتعة في المنزل؟ إذا ما أردنا أن نحول الأهل تحويل المدرسة في المنزل في هذه الفترة إلى نوع من الأمر الممتع، ما هي السبل التي يقوم بها الأهل وبشكل سريع لو سمح الدكتور؟ نعم، هو في الحقيقة في المدارس كان شعارنا دائما حصول الطفل على تعليم ممتع وتعليم آمن. الآن يوجد الكثير من التطبيقات الإلكترونية، احنا دخولنا المفاجئ على التعليم الإلكتروني أدى إلى إيجاد تعليم تقليدي تلقيني، أما الآن يوجد يعني بعد الاطلاع والتوسع في التعلم الإلكتروني يوجد الكثير من التطبيقات التي يمكن للمعلم من المدرسة أو الأهل في البيت استخدامها للوصول إلى تعلم ممتع وتعلم حقيقي وآمن لأطفالنا. ببساطة يعني ممكن يدخل على جوجل يبحث عن هذه التطبيقات والحصول على هذه التطبيقات للوصول إلى تعلم ممتع. نعم دكتور، يعني العلم هو العلم الأول للأهل وللأطفال دائما وأبدا. دكتور صلاح داود الاختصاصي في الإدارة التربوية، شكرا لك، حدثتنا من الأردن. حياكم الله.